التطورات متلاحقة في جنوب قطاع غزة. قبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس تحديدا في منطقة المواصي، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على براكس يتبع للتنمية الاجتماعية في مدينة خان يونس. هذا القصف الإسرائيلي تسبب بسقوط شهيدان وست إصابات، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت بعد تحليق مكثف للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة خان يونس، والتي تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الغارة الجديدة كادت أن تتسبب بوقوع مجزرة مروعة في هذه المنطقة، لا سيما وأن المنطقة المستهدف تعرف باسم منطقة المواصي، أو يعني بالقرب من محطة تحلية المياه طبرية، ويوجد بها عشرات الآلاف من المواطنين يعيشون في الخيام المجاورة لهذا المبنى. لكن لطف الله عز وجل أحال دون وقوع مجزرة مروعة في هذا المكان، ويعني أن النتيجة النهائية أو الحصيلة النهائية لهذه الغارة الإسرائيلية كانت شهيدان وست إصابات، من بينها إصابة واحدة على الأقل خطيرة جدا. هذه الغارة لا تنفصل عن عمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي على جنوب القطاع، لا سيما مدينة خان يونس، والتي تشهد منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة عمليات قصف مدفعي على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لمحافظة خان يونس، حيث تسمع أصوات الانفجارات من هذه المناطق بصورة كبيرة جدا، لكن لم نبلغ عن وقوع إصابات. هذه المرة انتقلت عمليات القصف من المناطق الشرقية إلى أقصى المناطق الغربية في منطقة المواصي، وهي المنطقة الآمنة التي زعمت إسرائيل زورا وبهتانا وروجت أمام وسائل الإعلام الدولية والأمم المتحدة بأنها تركت أماكن آمنة للإيواء والنزوح وأسمتها المنطقة الإنسانية. هذه الغارة في قلب المنطقة الإنسانية، منطقة طبرية، منطقة المواصي غرب خان يونس، ويعني تسببت بهذا العدد من الشهداء والجرحى. إسرائيل، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف أبدا عن شن غارات، سواء كانت بالمدفعية أو بالطائرات الحربية أو بالمسيرات أو حتى بالطائرات المروحية التي تقوم بإطلاق نيران رشاشاتها وصواريخها باتجاه أهداف متفرقة، سواء كان في خان يونس أو رفح. هذه الغارة أيضا لا تنفصل عن الغارة الدموية التي وقعت مساء أمس في منطقة الشيخ ناصر وسط مدينة خان يونس، وهي كذلك صنفت على أنها منطقة إيواء ومنطقة إنسانية، ودفعت الناس بالخروج من مدينة رفح إلى هذه المنطقة. أيضا تعرضت إلى غارة أدت إلى استشهاد 8 من المواطنين وإصابة 18 آخرين، من بينهم إصابات خطيرة. شرق خان يونس، وسط خان يونس، وغرب خان يونس، جميع هذه المناطق الأساسية من مدينة خان يونس تتعرض إلى عمليات قصف جوي ومدفعي، وبالتأكيد يزداد أعداد الشهداء كلما نفذت إسرائيل غارات إسرائيلية على المدنيين. أما باتجاه إذا اتجهنا جنوبا إلى مدينة رفح فالأوضاع أيضا خطيرة متصاعدة، القصف البحري ما زال متواصلا على منطقة دوار العلم، الطائرات المروحية منذ ساعات الصباح تشارك في الهجوم وعمليات إطلاق النار على الأراضي الزراعية وعلى أحياء تل السلطان والسعودي ومنطقة القرية السويدية ومنطقة العزبة. عمليات قصف، كان هناك قصف لمجموعة من المواطنين، تم نقل شهيدان من منطقة الحي السعودي، كما تم انتشال عدد من الشهداء من حي السعودي، من تل السلطان، ومن منطقة وسط رفح ومناطق شرق رفح. الأوضاع في رفح خطيرة، تتقدم الدبابات والآليات الإسرائيلية في معظم مناطق رفح تتوغل بها، تنفذ هجمات، تقصف منازل، تحرق منازل أخرى، وتدمر مربعات سكنية، ثم تنسحب مرة أخرى، وعند انسحابها وتمركزها على محور فيلادلفيا تبدأ الدبابات بعمليات قصف عنيفة على الأحياء أو باستخدام المسيرات، كما حدث صباح هذا اليوم، واستهداف مجموعة من المواطنين حاولت الوصول إلى منازلها، ظنت أن الآليات الإسرائيلية انسحبت من حي تل السلطان، لكن كانت تنتظرها
الطائرات المسيرة التي تقصف كل شخص يحاول الوصول إلى أحياء رفح. أما المنطقة الشرقية من رفح فالمدفعية الإسرائيلية المتواجدة في مرابط المدفعية في منطقة صوفا في الشمال الشرقي من مدينة رفح تقوم بعمليات قصف مركزة على الأطراف الشرقية لمحافظة رفح، مما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفيات الميدانية. الجنوب مشتعل، هناك حالة من التصعيد الواضح في جنوب قطاع غزة، هناك استمرار للغارات وعمليات القصف من قبل الطائرات الحربية والمسيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي المخيف جدا في جنوب قطاع غزة، وأيضا استمرار طائرات المسيرة والكواد كابتر بإطلاق النار على كل من يتحرك في المناطق الجنوبية. الجنوب يعني حالة من التصعيد العسكري الإسرائيلي بدأنا نلاحظه خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة، وأيضا الأوضاع الإنسانية هي في حالة انهيار شبه كامل في جنوب قطاع غزة بسبب استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر، فيما تواصل الطائرات المسيرة والطائرات الحربية التحليق بصورة مكثفة جدا، مما ينذر بتجدد عمليات القصف في أي لحظة.